اليوم مشاهدينا نتابع معاكم تمارين رياضية اللي ممكن نقوم فيها بالبيت وما تحتاج لأي أدوات رياضية، فقط أدوات المنزل. يعني نقول لكم ما في أعذار لأي شخص بعد اليوم. فخلونا بالبداية نرحب بالكوتش أحمد مقبل ومعانا منورنا كوتش، أهلا وسهلا حياك الله. وأيضا نرحب بيحيى زرقة اللي راح يقوم بالتمارين مع الكوتش في الاستديو على أساس أنه البيت بيتك يا يحيى، وأهلا وسهلا منورين. كوتش، في البداية خلينا نتعرف على الأدوات اللي موجودة الآن معك، اللي هي متوفرة يعني بكل المنازل وقادر الشخص يستخدمها بالتمارين. هو حرفياً الموضوع أبسط من أي حاجة، أنت محتاج أي حاجة بتعبر عن وزن معين. نعم. إحنا نقدر نستخدم أزاز مية أو زي اثنين جار، هنستخدم الفوطة لتمارين معينة مثلاً، كتاب برضو هو ليه وزن نقدر نستخدمه، وهنجرب تمارين، وفي الكرسي برضو كرسي. كله هنجرب التمارين اللي تصلح لكل حاجة ونشوف. ممتاز، نقدر نغطي الجسم كامل بنا. طيب خلينا نشوف كيف نقدر نستخدم كل أداة. تمام. الحال هتحب نبتدي ب... جاهزة كابتن؟ جاهز يحيى؟ تفضل يلا. دلوقتي أنا بايسبس ترايسبس، يعني هنشغل العضلة الباي. تمام، تطلع تمام لغاية فوق، ستريتش كمان داخل. ده التدريب الأولاني كده، ده حمر الاستطالة بتاعة العضلة. طبعا كل الناس في البيت، طبعا كل واحد هيحط وزن الإزازة على قد ما يقدر، لو إزازة أكبر شوية على حسب هو يقدر يشيل. طبعا إن أنت كل ما هتعلى بالوزن كل ما تقدر تكبر حجم العضلة أكتر، بتعمل فيها بلاد بريشر أعلى طبعا. طبعا اللي يحس ان هي مثلا خفيف ممكن طبعا يزيل. لازم هي الفكره ان انت كل ما بتخلي الوزن خفيف طول انت يعني بتعلي قدره التحمل. مش بتكبر حجم عضلي. كل ما بتزود الوزن بتكبر حجم عضلي، فانت دايما تشوف الوزن اللي انت تقدر تعمل بيه مثلا 8 من 8 ل 10 عدات، وتبقى اخر عدتين فعلا انت ستراجلينج. ممتاز كوش، كيف ممكن نقسم هذه التمارين خلال الاسبوع؟ يعني في هل احنا لازم نمرن كل جسم باليوم، ولا ممكن انا اقسم الموضوع مثلا يوم من الايام للذراع، يوم مثلا للقسم الاسفل للجسد وهكذا؟ ممكن طبعا انت بتقسم، انت ممكن تخلي مثلا اليوم الاولاني تمرن الجزء العلوي كامل لو بتتمرن في البيت وتمارين خفيفه، الجزء العلوي يوم اللي بعديه مثلا ممكن تريح، اليوم اللي بعده تخش على الجزء السفلي الرجلين. ممكن حتى الجزء العلوي تقسمه على اكتر من يعني من جهاز. نعم. اكتر من عضله، يعني الموضوع تقدر تقسمه على مدار الاسبوع براحتك. وعلى حسب قدرتك، قدره التحمل. دايما انت لازم تخلي ظهرك مفروض، كوعك مثلا كده، ودي حاجه اسمها كيك باك للترايسبس، تطلع تمام. وفي تمرينه الثانيه برده وانت واقف، خليك واقف، تبقى بايد واحده مثلا، بايد واحده ترايسبس. دي برده بتاثر، بيبقى كوعك كده. طبعا ترايسبس بالشكل ده، يبقى انت كده بازازتين ميه او حاجه مرنت الارم كامل. نعم. تمام، وما شاء الله يعني يحيى واضح انه داخل بتمرين، يعني قالوا 6 شهور. 6 شهور ما شاء الله. كم كان وزنه وكم صار الان؟ وزنك قد ايه؟ 167 دلوقتي في التسعينات. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الان ننتقل للفوطه. الفوطه نقدر نعمل بيها نستخدم الشولدر مثلا ورك اوت. تنزل، وطبعا كل ما سرعه التمرين تبقى اخف كل ما تقدر تحصل على تاثير. نعم. العضله اكتر طبعا. طيب في احد مثلا ممكن يقول لك انه انا قادر اسوي هذا التمرين بدون فوطه، اهميه انه يكون في اداه الفوطه هي بتمسك البالانس، وبتقدر تخليك عامل سترينث دايما للعضله، وتقدر تتحكم في نفس الايد بنفس القوه نفسها. ممتاز. او لو تقدر حتى بنفس الجار بنفس الوزن يبقى هي نفس القصه. طيب كوتش، بالنسبه ل وقت التمرين، هل هناك يعني وقت افضل من غيره؟ طبعا المفضل في الصباح. يعني طبعا الصبح طبعا، لان بالنسبه للراجل او الست الصبح دايما بيبقى افضل حاجه، انت بتبقى صاحي ممكن تفطر وبعدها بساعه تبدا تمرينك، او لو عايز مثلا تاخد قهوه وبعد التمرين وتفطر بعد التمرين تقدر تعمل الاثنين، على حسب القدره الجسمانيه لكل واحد. والتوقيت يمكن حسب يعني وقت، على حسب طبعا، على حسب وقته، بس هي فتره الصبح افضل. فتره الصبح افضل. نشوف تمرين بالكرسي ما شاء الله يحيى. يحيى هم جايين من التمرين اصلا. ممتاز ممتاز. الكرسي بص، انا ممكن حاجه بوش ابس مثلا، دي هتبقى هي خلينا نقول البيجنرز. حط ايده هنا، رجع جسمك، افرد جسمك على قد ما تقدر، تنزل. دي طبعا يفضل انه للبيجنرز. يعني لو في حد فعلا مش قادر يشيل وزنه، انما انت مثلا في ناس، يعني في ناس ما تتمرنش بس هي عندها القدره او القدره العضليه انها تتمرن بس خلاص. ممكن ينزل مثلا اللي هو البوش اب العادي اللي هو على ايدك خالص وظهرك مفروض، الطبيعي طبيعي حضرتك.
برضه تقدر تقول بيجنرز بس هي ليفلز. فهمت قصدي؟ هو على حسب الوزن اللي بيقدر يشيله. نعم. كابتن بما يخص يعني تمارين المنزل وتمارين اللي ممكن يمارسها الشخص في النادي الصحي، هل في اختلاف؟ طبعا في اختلاف، اختلاف في الأدوات. بص هو انت في البيت عامه تقدر خلاص كده، انت في البيت عامه هتحتاج فترات طويله عشان تقدر توصل لنفس مستوى النادي. نعم تمام. نعم ففي اختلاف يعني. طبعا في اختلاف، اختلاف في التوقيت، بس انت تقدر تعمل برامج في البيت تقدر تديك نفس النتيجه اللي هي في الجيم. نعم. بس هي طبعا عايزه برامج متخصصه لكل واحد لجسمه ووزنه وعلى حسب الكالوريز اللي هو محتاجها، الدايت اللي هو عايز يعمله، فالموضوع بيبقى. وما يخص الكتاب كيف نقدر نتمرن الكتاب؟ تقدر الكتاب هو برضو يعبر عن وزن انت ممكن تنزل بيه، مثلا هنقدر نلعب حاجه سكواتس مثلا، القدام كعبك دايما ثابت في الارض وظهرك مفروض وبتنزل، ايوه، فدي انت بتشغل منطقه قدم كامله مع الارداف. واحد شوف لي مثلا كتاب ثقيل، هي بقى الفكره دي المعلومات. هي بص فكره الكتاب دايما تقله على حسب انت تقدر تشيل ايه. احنا طبعا هنا عشان بس نقدر نوري الناس ان انت الوزن فعلا هو اي حاجه في البيت تعبر عن وزن تقدر تستخدمها تمرن بيها، مريحه للمسك، مريحه للتمرين، وتقدر تخلي بلاد بريشر عندك. نعم. وقاعد نشوف ايضا الان استخدام مثلا الكنب اللي بالبيت، والان شخصين ممكن يساعدون، شخصين يقدر يساعد. طبعا بالضبط، ممتاز. يحيى في احد يساعدك غير الكابتن ولا بالبيت؟ بالبيت كل واحد لوحده. الحمد لله فاتحين زوم ساعات. ممتاز. بس. شكرا لك كابتن، نورتنا. شرفنا. وان شاء الله تجمعنا في لقاءات ايضا قادمه. يحيى شكرا جزيلا، نورتنا بطلتك. ونتمنى لك يعني المزيد من اللياقه ولين توصل للوزن اللي انت تبيه ان شاء الله. نتابع معكم مشاهدينا بعض التعليمات الخاصه بتمارين البيت.